عاملينه في الهانديكابس، عاملينه سوق الاحتياجات الخاصه، فمجهز لو مثلا عشان يقدر يوصل للبيتش او البتاع ويمشي على المساجات دي. وبرده عاملينه لطلاب الجامعات. هذا الشاطئ العام يحتوي على المرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك يأتي إلينا رحلات من الطلاب في جميع أنحاء مصر ليستمتعوا بيوم هنا على الشاطئ. إنها مبادرة من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.